هو ده بقى المكان اللي فيه حاجات فظيعه مش موجوده في اي حته. والله صاحبتي بتقولي عليه حلو وعنده حاجات مختلفه والعيال بيفرحوا بيها جدا وبيتعلموا منها كمان واسعاره معقوله. مساء الخير. مساء النور، اقدر اساعدكوا ازاي؟ بندور على حاجات ارتس اند كرافتس لبنت عندها 8 سنين. في حدود قد ايه؟ مش عارفه، تقلي البادجت مفتوحه بس المهم تعجبها وتتبسط بيها. طب هي البنت بتحب ايه بالظبط؟ لا بقى مش عارفه، رد انت يا فلحه. بس هي بتحب ترسم تلون تقعد تشخبط، بس متهيألي هي بتحب الالوان اكتر. طب بصوا احنا منزلين نيو كولكشن هيعجبكم قوي، حتى احنا لسه ما فرشناهوش. ديجا حبيبتي، فين الوان الزيت اللي جبتها معايا النهارده الصبح؟ انت اسمك ديجا؟ اسمي خديجه، بس بابا بيقول لي ديجا على طول. طب انت عارفه ان هي كمان اسمها ديجا؟ ايه ده بجد؟ اهو. ينفع كده يا استاذ؟ قلقتنا عليك. اهو يا ستي، مش قلتلك هبقى زي القرود؟ الحمد لله. سائر انت بقيت كويس؟ بالراحه، خليه يتنفس. مطمنه يا سيدي لحسن، دي جابتني على ملا وشي. احسن منك. انت تقربي له ايه، اخته ولا حبيبته؟ اقول لك ايه، هو ليه لابس طرطور؟ ما كنتش عارفه انه هيغمى عليه. ديجا حبيبتي، خدي المدام على المخزن وخليها تتفرج على البضاعه الجديده، خليها تختار اللي هي عايزاه. حاضر يا بابي. تفضلي. فين مدرسة؟ من هنا. تفضلي. ازيك يا ديجا؟ عاش من شافك. ازيك انت يا حسن؟ بنتك دي؟ بنتي وكل دنيتي. صحيح، اللي ما خلفش بنات ما يعرفش طعم الخلفة. ربنا يخليها لك، يخليك ليها ولمامتها. مامتها الله يرحمها. أنا آسفة، والله ما كنتش أعرف. هتعرفي إزاي؟ آخر مرة شوفنا بعض كان قد إيه؟ حوالي 15 سنة؟ ياه، تصدق فعلاً؟ والله كأنه إمبارح. فعلاً، كأنه إمبارح. حلو قوي البروجكت اللي أنت عامله ده. بحاول أستفاد من الموهبة اللي ربنا إداها لي. وعلى فكرة ديجا ورثة مني الحتة الفنية دي. قلت اهو حاجة تنفعها وتسندها بعد ما اموت. بعد الشر. على فكرة انت ما اتغيرتش خالص. وده كويس ولا وحش؟ لا مش عارف. تعرفي انت كمان ما اتغيرتيش. بجد؟ يعني حلويتي شوية والزمن ما عداش عليكي زي ما عدى عليا. اللي يشوفك دلوقتي يقول عليكي صاحب الديجا الصغير. لا مش للدرجه دي يعني، بس بجد لطيفه قوي بنتك، اكيد طالعه لمامتها. مامتها الله يرحمها كانت ست طيبه قوي، بس ديجا ما ورثتش منها اي حاجه. ما طالعه لمين يعني؟ انت مش لطيف قوي كده يعني. ما اعرفش، يمكن طالعه اللي اتسمت على اسمها. حرام عليك يا حسن، انا مش كيوت كده. كنتي زيها وانتي صغيره؟ بجد؟ مش فاكرة. بس أنا فاكرة ديجا، عمري ما نسيت. كانت دي أول مرة ديجا تحس إنها مكسوفة من سنين طويلة قوي، وعلى قد ما كانت مستغربة نفسها على قد ما كانت مبسوطة. عاجبك اللي أنت بتعمله في نفسك ده؟ شفت الدكتورة قالت إيه؟ شفت؟ شفت؟ اشرب بقى. إيه ده؟ اكيد مش شربت خروع، وانا لسه شارباه قدامك. عصير عصير اشرب. مش عايز. امسكي 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 امسكي، بطلي الحركات بتاعتك دي بقى. الاحتفال اللي انت عاملاه ده اصلا هو اللي عمل لي المصيبه اللي انا فيها دي. والله العظيم انت ما بيتمر فيك حاجه. هو حد كان عبره غيري؟ حد عبره غيري؟ يا دومي بس كفايه دوشه انتوا الاثنين، خلاص. على فكره انت لازم تسمع كلام الدكتوره، ان النهارده ما فيش سجاير خالص. لا الدكتوره دي مقفوره وما بتفهمش. ماشي يا سيدي، الدكتوره مقفوره وما بتفهمش وغبيه وكل حاجه. 10 سجاير بس في اليوم، 10 سجاير بس. ايه يا احلام، انت بتزعقيلي. ايوه بزعق لك، وكلمه كمان مش هخليك تشرب سجاير تاني في حياتك، فاهم؟ برافو عليكي يا لومي، وحياه ربنا اشطر حاجه عملتها في حياتها. طب احنا هنضمن الموضوع ده ازاي؟ انت اللي هتضمنيه يا اختي، مش انت اللي طول النهار قاعده عنده. امال لو ما كنتش قلت لك برافو عليكي يا لومي كنت عملتي ايه؟ لسه مشجعاكي. انت هتشغليها مغبر عليا. احسن حاجه هتعملها في حياتها عشان اطلع اللي انت بتعمله فيا بيبهدلني. رياضه. هتمشي كل يوم نص ساعه. لا. وهي اللي هتمشيك. هتمشيها سلمى. امشي. انت بتنتهكي حريتي كده على فكره. لا هي اللي هتنتهك حريتك وانا هشرف عليها بس،
وخليها بس تكلمني وتقولي سائر مش عايز يمشي، سائر بيشرب سجاير كتير، سائر ما بياكلش كويس. انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه صح؟ صح؟ ايوه ايوه هدايا. انا عارف. تمام؟ حبيبي هابي بيرثدي. بقول لك هي التورته بايه؟ فاكره اللي كناها في عيد ميلاد ملك لما روحنا متاخرين اللي كلها شوكليت؟ هي دي. يا لهوي بحبها قوي. الله بحبها قوي.